مما يروى في الفطنة والذكاء أن امرأة أتت مجلس أبي حنيفة يرحمه الله تعالى ويغفر لنا، فأرادت أن تسأله في أمر من أمور النساء، فلما وجدت جمعا من تلاميذه لم تصرح بما أرادت حياء منها، وأخرجت تفاحة كانت معها فشقتها نصفين، وأشارت إلى جزئها الأحمر، ثم أشارت إلى البياض، ثم أعطتها له فأشار إلى البياض فشكرته وانصرفت. فتعجب تلاميذه من ذلك، فقال: إنها سألتني عن حالها، فهي ترى الحيض مرة أحمر ومرة أبيض، فهل تصلي؟ فقلت لها: إذا رأيت البياض فصلي، والبياض هو المعروف عند الفقهاء بالقصة.